لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج بسلام آمنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة السعودية للحديث عن الاستعدادات لموسم الحج لعام 1442 للهجرة وأبرز استعدادات الجهات الحكومية المشاركة خلال هذا الموسم. نأخذكم في فقرات متعددة من الحج الميسر إلى أرقام من الحرمين وعلى خطى النبي نصنع الأثر، ومن قطعة وتاريخ إلى عين على الحرمين، وبصحتك نهتم ونحرص، والمزيد من المواضيع للحديث عنها في هذه الحلقة. ولكن كما عودناكم دائما، البداية بأبرز العناوين. التشغيل والصيانة في شؤون المسجد الحرام وأبرز الاستعدادات. الخدمة الاجتماعية وتسهيل الخدمات لذوي الإعاقة لموسم حج 1442 للهجرة. استعدادات وكالة شؤون المسجد النبوي لموسم حج 1442 للهجرة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد. تقنية الريبوتات وخدماتها في الحج. أهلا بكم بسلام آمنين. أرضنا مهوى قلوب المسلمين، يدخل الناس إليها آمنين، لا صغير لا كبير بيننا، كلنا في موسم الحج خدم. لبيك الله. نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية اليوم تجربة التغذية الكهربائية للمسجد الحرام من خلال محطة كدي الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها لموسم الحج 1442 للهجرة بمشاركة عدد من الجهات المعنية. نشاهد هذا التقرير. ستون ثانية تفصل بين انقطاع الكهرباء وعمل مولدات الطاقة الكهربائية بمحطة كدي للتغذية الاحتياطية، وهي المحطة المسؤولة عن تغذية المسجد الحرام في حال فقدان التيار من المغذيات الرئيسية القادمة من شركة الكهرباء. وخلال الزمن المستغرق لتوليد الطاقة تجري تغذية الأجهزة المهمة في المسجد الحرام مثل الإضاءات والميكروفونات وغيرها على نظام البطاريات UBS، وتتوزع الطاقة الإجمالية على 8 مولدات كبرى، منها 6 مولدات رئيسية ومولدان احتياطيان. وتعمل مولدات المحطة آلياً من خلال حاسب آلي خاص موجود في غرفة التحكم يستشعر انقطاع مصادر التغذية للحرم المكي، مصدراً أمراً بتشغيل المولدات لتأمين تغذية المسجد الحرام. وفي خلال 60 ثانية تكون الطاقة الكهربائية مستقرة في المسجد الحرام عند انقطاعها
بحيث تكون 5 ثواني فقط كافية لتشغيل وإقلاع 6 مولدات بالطاقة، و55 ثانية تتم فيها عملية التزامن بين المولدات 6. خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال الهامة بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، حيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على العناية بالأعمال الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة. وخلال مواسم رمضان والحج تنفذ الرئاسة عددا من التجارب الفرضية للتأكد من جاهزية محطة كودي الاحتياطية واستعدادها لخطط الطوارئ، ويشارك في هذه التجارب عددا من الجهات المعنية ممثلة في الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والشركة السعودية للكهرباء والإدارة العامة للتشغيل والصيانة والإدارة العامة للأمن والسلامة. وأصبحت محطة كودي الآن جاهزة ومستعدة للتعامل مع أي حالات انقطاع للتيار الكهربائي داخل وخارج المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام 1442 للهجرة، وبما يتواكب مع مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام حالياً ورؤية المملكة 2030. لبرنامج بسلام آمنين، تركي الأحمري، مكة المكرمة. أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة والتشغيل لجميع الأعمال الإلكترونية بمختلف أنواعها في المسجد الحرام، وذلك استعدادا لموسم حج هذا العام. للحديث أكثر عن الموضوع عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا من استوديوهاتنا في مكة المكرمة الأستاذ أحمد الشمراني، رئيس قسم الأعمال الكهربائية الإدارة العامة للتشغيل والصيانة. أستاذ أحمد أهلا وسهلا فيك، سعداء أن تكون معنا اليوم. يا هلا أخوي، أنا أسعد، الله يسعدك. بداية أستاذ أحمد، يعني ما هي الاستعدادات التي تتم قبل من قبل الإدارة يعني العامة للتشغيل والصيانة لموسم حج هذا العام؟ في البداية أحب أمسي عليك أخوي محمد وعلى السادة المشاهدين، وأشكر القناة السعودية الأولى على حرصها لإبراز الجهود التي تقدمها الحكومة من خلال الجهات المعنية في خدمة حج هذا العام، وانطلاقا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أفضل الخدمات الممكنة لقاصدي بيت الله الحرام خلال هذا الحج. تحرص الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على تشغيل وصيانة جميع الأنظمة والمعدات التي ما من شأنها تكون في واجهة الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، ومن هذه الأنظمة سواء كانت أنظمة الكهربائية أو الميكانيكية أو الإلكترونية أو كذلك المدنية، تقوم الإدارة بتشغيل وصيانة جميع المعدات بما يضمن عملها بأعلى كفاءة ممكنة وكذلك استدامة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا العام عمل ما يزيد عن 40,000 عملية صيانة للمعدات بالمسجد الحرام استعدادا لحج هذا العام. ومن أهم هذه المعدات والأنظمة النظام الصوتي وكذلك وحدات الإنارة وكذلك التكييف وكذلك الرخام والسلالم والمصاعد الكهربائية. نعم. أستاذ أحمد، لم يسبق حدوث انقطاع مثلا كامل للكهرباء بالحرم، نتحدث هنا عن موثوقية الشبكة الكهربائية بالحرم المكي الشريف. نعم صحيح، من خلال توزيع التغذية الكهربائية القادمة من الشركة السعودية للكهرباء، يتم تغذية المسجد الحرام من 4 محطات توزيع رئيسية من الشركة السعودية للكهرباء بما يزيد عن 20 مغذي ميديوم فولتج. يتم التحكم بهذه المغذيات من خلال توزيعها على اللوحات الرئيسية الكهربائية بما يضمن استمرار التيار الكهربائي على جميع الأحمال، وفي حال حدوث أي خلل لا قدر الله مباشرة يتم نظام التحكم والسيطرة من خلال نظام التحكم والسيطرة CCMS الموجود في غرفة التحكم بتحويل جميع الأحمال على المغذيات الاحتياطية الخاصة بالمسجد الحرام،
وبالتالي خلال هذه الفترة التي لا تتعدى دقيقة من التحويل يقوم نظام التيار اللامنقطع اليو بي اس بتحميل جميع الأحمال الهامة إلى حين دخول المغذيات الرئيسية أو الاحتياطية في الخدمة. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم عمل تجارب روتينية على هذه السيناريوهات التي لم يحدث مسبقا استخدامها ولله الحمد في الواقع. جميل جدا. هذا يعني وفق حديثك أستاذ أحمد أنه من المستحيل انقطاع الكهرباء في الحرم المكي الشريف؟ نعم صحيح، الحمد لله من خلال التغذية القادمة من الشركة السعودية للكهرباء تغذية الميديوم فولتج يتم تحويل التغذية إلى ما يناسب الأحمال الداخلية بالمسجد الحرام، وكذلك توزيع التغذية بما يضمن استمرارية الطاقة الكهربائية في حال حدوث أي انقطاع من أحد المغذيات يتم تدعيمه من المغذي الآخر، وفي حال خروج قرابة 0.5% من هذه المغذيات مباشرة يتم تحويل التغذية على المحطة الاحتياطية الخاصة بالمسجد الحرام. نعم. جميل جميل جدا. ولكن كيف يتم متابعة كل هذه الأعمال والخدمات؟ في الحقيقة إنفاذا لتوجيهات معالي رئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس، تقوم الإدارة العامة بالتشغيل والصيانة باستخدام أفضل البرامج لمتابعة أعمال الصيانة مثل برنامج الماكسيمو، ويتم من خلال هذا البرنامج إدراج خطة سنوية متبعة يتم في بداية العام في بداية كل عام اعتمادها، وبالتالي من خلال هذه الخطة يتم متابعة الأعمال اليومية والشهرية والنصف والربع سنوية والنصف سنوية وكذلك السنوية من خلال الأعمال الصيانة سواء كانت الصيانة وقائية أو صيانة تصحيحية. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم من خلال هذا البرنامج أيضا العودة إلى تاريخ جميع الأعمال والصيانات لكل معدة، وبالتالي تلافي أي أعطال قد تحدث على هذه المعدات من خلال الصيانات الطارئة والتنبؤية. ومن أهم الأنظمة والمعدات التي يتم تشغيلها وصيانتها النظام الصوتي، وأكثر من 8000 مكبر صوت، وكذلك أكثر من 1500 لوحة كهربائية، وكذلك ما يزيد على صيانة 500,000 متر مربع من الرخام، وكذلك أكثر من 400 وحدة تكييف، وأكثر من 500 سلم كهربائي و20 مصعد، وأكثر من شاشة أكثر من 100 شاشة إلكترونية وإرشادية، وكذلك أكثر من 70 وحدة عدم انقطاع تيار اللي هي يو بي اس. نعم. جميل جدا. الأستاذ أحمد الشمراني رئيس قسم الأعمال الكهربائية بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة كنت معنا من استوديوهاتنا في مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة وهذا الحضور. أرقام في الحج يقال ليس أدل من لغة الأرقام، اخترنا لكم فيها أرقاما مختلفة من جنبات الحرمين الشريفين، نشاهد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا إذن فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 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 لا شريك لك. الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي الشريف تثمن دورها في تقديم خدماتها الاجتماعية لراحة الحجاج وتيسير أداء ذوي الإعاقة لمناسك الحج وتسهيلات لهذه الفئة الغالية على نفوس الجميع من ذوي الإعاقة من أبناء الوطن وبناته. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ جنادي مدخلي المدير العام للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي الشريف. أستاذ جنادي أهلا وسهلا فيك، سعداء أن تكون معنا اليوم.
الله يحييك أخي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نتحدث معك عن آلية تفعيل الدور الاجتماعي والخطة الاستراتيجية والتنفيذية كذلك في جهودكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أولا وقبل كل شيء، الشكر لله عز وجل على كل شيء، ثم الشكر موصول لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ومرعاهم، لدعمهم المستمر والمتواصل واهتمامهم بالحرمين الشريفين ودعمهم اللامحدود. والشكر موصول أيضا لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد بن حميد. تتعدد مهام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية سواء كانت إنسانية أو اجتماعية لقاصدي بيت الله الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة، ولكن في ظل جائحة كورونا تقوم الخدمات الاجتماعية بتوزيع الكمامات والمحطمات وكتيبات صفة العمرة وسجادات، وجميعها مغلفة بإجراءات احترازية آمنة، وكذلك الحرص على التباعد الجسدي والتنسيق مع الجهات الخارجية والجمعيات الخيرية لإقامة البرامج والفعاليات والاحتفاء بالأيام العالمية والوطنية. نعم، كيف يتم تفعيل هذه الخدمات للحجاج من ذوي الإعاقة، يعني لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة؟ الله يحفظك أخي، خصصت الرئاسة العامة لخدمة ذوي الإعاقة هذه الفئة الغالية على قلوبنا من ذوي الهمم، فهم فئة غالية على قلوبنا وكل قلوب الناس، لهم مداخل ومخارج وجسور حيث يتم تعقيمها على مدار الساعة، وهي جسر أجياد والشبيكة. وخصصت لهم كذلك، خصصت لهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات داخل المسجد الحرام، ويتم تعقيمها بفضل الله تعالى قبل وبعد كل صلاة، كما هنالك مصلى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة، وأيضا هناك مسارات داخل صحن الطواف، وهو أول مسارين قريبة من الكعبة المشرفة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد هناك مسارات في المسعى ما بين الصفا والمروة تساعدهم على آداء نسكهم بكل يسر وسهولة. وأيضا كل إدارة تعمل على توفير كل ما يسهل على الحاج آداء نسكهم، الحجاج آداء نسكهم بدون مشقة. فهنالك من يعمل على توجيه التائهين، وهنالك من يعمل على ترجمة اللغات لمن يحج من المقيمين، وهنالك من يقوم بتوفير مياه زمزم للطائفين وللزائرين وللمعتمرين وللقاصدين، ويوجد ممرات خاصة لهم. وكلنا نخدم بيت الله الحرام وضيوفه، وكل ما يسهل عليهم يسهل عليهم حجهم. فهناك من يقوم بإرشاد كبار السن لجميع الأماكن في الحرمين الشريفين، ويوجد من يقوم بتوجيه ذوي الاحتياجات الخاصة. جميل. حتى يكملوا مناسكهم على أفضل حال، وكلنا يدا واحدة في الحرمين الشريفين بتوجيهات من معالي الرئيس العامة. نعم. المستمرة على مدار الساعة. وإحنا بدورنا نتمنى لكم كل التوفيق. الأستاذ جنادي مدخلي، المدير العام للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالحرم المكي الشريف، شكرا جزيلا لك على هذا التداخل. إذن الآن فقرة صناعة الأثر، نشاهد ومن ثم نعود. شاركت في عام 1440 مع معسكرات العامة في عرفات تحت الجمعية الكشفية السعودية. كانت الآلية أنه نستقبل الحجاج يوم عرفة، فأول 8 أيام بادرنا بالتدريب، كنا نطلع مرتين، مرة فترة الصباح ومرة فترة العصرية، طبعا مع رهط، فالجوالة والكشافة مقسمين إلى فرق، فكانت فرقتنا تطلع ويعطوها جدول معين من 4 مخيمات، فكل واحد من الجوالة يقوم يطلع يروح للمخيم هذا ويسجل فيه له العلامة المكتوبة في العمود نفسه في الورقة، وبعد كده يرجع لي القائد حق الجوالة، ونكرر الموضوع هذا في العصر. فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شريك لك لبيك. لبيك
لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة تقوم بالعديد من الجهود وتسعى لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام والأماكن المقدسة. ننتقل إلى زميلنا محمد المحي المتواجد في مقر اللجنة في مكة المكرمة. محمد، مساء الخير، تفضل، الصوت والصورة لك. مساء النور زميل محمد. لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة تسعى لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بأحدث التقنيات وبأسلوب حضاري وفي ظل عدد من الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية. هذه اللجنة تشرف إشرافا مباشرا على توزيع المنتجات الغذائية الخيرية سواء في موسم العمرة في شهر رمضان أو في موسم الحج. معي في هذه اللحظات الرئيس التنفيذي للجنة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، الله يحييك. معنا في البداية لو تحدثنا عن دور هذه اللجنة، لجنة السقاية والرفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لجنة السقاية والرفادة هي لجنة تنظيمية وإشرافية تنسق وتنظم تقديم المنتجات الخيرية لضيوف الرحمن في موسم العمرة وموسم الحج، وهي بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه، ومتابعة من معالي وكيل الإمارة. قدمت اللجنة في موسم شهر رمضان ما يقارب من 30,000 منتج خيري للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام وساحاته، أي ما يقارب من 5 ملايين وجبة مجمعة قدمت لضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك. ونسعى من خلال موسم الحج لتقديم منتجات خيرية مساندة للجهات القائمة بالإشراف والمتابعة على حج هذا العام، وفي مقدمتها وزارة الحج والهيئة الملكية وذراعها التنفيذي شركة كدانة والشؤون الصحية ووزارة الشؤون الإسلامية وكذلك الهلال الأحمر، من خلال بعض المبادرات التي قدمتها اللجنة بالتعاون مع هذه الجهات لتسهيل وتيسير أمر الحجاج أو القائمين على تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. نعم الأستاذ محمد، دور لجنة السقاية والرفادة لا يقتصر على ضيوف الرحمن الحجاج، بل أيضا يشمل العاملين في خدمة ضيوف الرحمن. نعم، اللجنة لا يقتصر عملها لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن فقط، بل تقدم الخدمات للقطاع الصحي من المتطوعين والعاملين في هذا المجال، وكذلك القطاعات الخدمية الأخرى التي تشرف وتساهم على حج هذا العام. وأيضا اللجنة تشرف على توزيع أيضا السلال الغذائية والوجبات الساخنة للفقراء والمحتاجين في أحياء مكة السكنية في موسم رمضان وموسم الحج كذلك. بعيدا عن المنتجات الخيرية الغذائية، ما هي الخدمات التي تقدمها لجنة السقاية والرفادة؟ عمل اللجنة ينصب في تقديم المنتجات الخيرية ودراسة الاحتياج الذي يمكن أن يتاح لتقديم العمل الخيري لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأيضا تقديم الاستشارة للجهات الداعمة من شركاء النجاح من الجهات الخيرية سواء الجمعيات المتخصصة أو الجمعيات الخيرية ولجان التنمية أو الأوقاف أو الشركات التي تساهم من باب المساهمة الاجتماعية. تقدم لهم الاستشارات فيما يجب تقديمه لضيوف الرحمن ويحقق رسالة المملكة العربية السعودية الرائعة والجميلة في رفادة وسقاية الحجاج وضيوف الرحمن في كل عام. أستاذ محمد بن مهدي الحارثي الرئيس التنفيذي للجنة السقاية والرفادة، شكرا لك. شكرا لكم وأشكر لكم هذه الاستضافة، الله يحفظك. الله يحييك. أخيرا أستاذ محمد، لجنة السقاية والرفادة أنجزت الكثير من المشروعات الخيرية المنظمة ورسمت طريقا واضحا للإطعام الخيري البعيد كل البعد عن التوزيع العشوائي للمنتجات الخيرية المنظمة.
نعم، شكرا جزيلا لك زميلنا محمد المحيي على هذه التغطية، يعطيك العافية. إذا فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. شريك لك لبيك. على خطى النبي قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون. صدق الله العظيم. يعتبر مسجد القبلتين من أقدم المساجد بالمدينة المنورة، والتي تعود لزمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، وهو من المساجد التي شهدت تحويل القبلة عندما نزل الأمر الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف. نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. لا شريك لبيك، لا شريك لك لبيك. يقف مسجد القبلتين بمئذنتين شامختين على ربوة من الحرة الغربية بالمدينة المنورة، وهو من المعالم التاريخية البارزة ذات الارتباط الوثيق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد، مسجد القبلتين، يعد من المساجد التاريخية البارزة في المدينة المنورة، ويقع هذا المسجد في منطقة بني سلمة التي تقع في الجهة الغربية من المدينة المنورة، ويقع على هضبة من هضاب حرة الوبرة التي تعرف بالحرة الغربية. هذا المسجد تأسس قديما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أسسه بنو سلمة وكانوا يصلون فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد زارهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان وصلى فيه. وشهد المسجد حدثا إسلاميا تاريخيا بتحول القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، عندما جاء الأمر الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف بتغيير القبلة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وصل إلى منطقة قباء وأسس مسجد قباء، أصبحت الآن الصلاة تكون جهة بيت المقدس وتكون جهة الشمال، وأما الكعبة فكانت في جهة الجنوب في المدينة المنورة. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أياما في قباء ثم انتقل إلى المسجد النبوي وبنى المسجد النبوي، مكث أيضا في المسجد النبوي يصلي جهة الشمال، جهة بيت المقدس، 16 شهرا أو 17 شهرا على خلاف عند المؤرخين والمحدثين. ثم بعد ذلك لا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يحدث نفسه ويحب أن يصلي جهة الكعبة، وهي قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. نزل الأمر الإلهي بعد ذلك في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حينها حول النبي عليه الصلاة والسلام القبلة في مسجده، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من الشمال إلى الجنوب، وأيضا أمر الصحابة بالتحول جهة إلى جهة الجنوب، وأرسل رسلا إلى قباء، ومنهم من جاء من الصحابة إلى هذا المكان، إلى ديار بني سلمة، وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه قرآن يأمره بالتحول من جهة الشمال، جهة بيت المقدس، إلى جهة الكعبة. تقول كتب التاريخ بأن الإمام كان يصلي في هذا المسجد جهة الشمال، فلما وصله الخبر تحول وهو يصلي إلى جهة الجنوب، وتحول خلفه المأمومون وأصبحوا يصلون جهة الجنوب، ولذلك سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين تخليدا لهذه الواقعة التاريخية النبوية التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يتذكر المسلمون على مدار الزمان هذه القصة التاريخية المهمة. ويعتبر مسجد القبلتين من أقدم المساجد بالمدينة المنورة، والتي تعود لزمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء. جدد المسجد بعد بنائه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جدد في عهد عمر بن عبد العزيز عندما كان أميرا للمدينة المنورة بعد عام 87 للهجرة، ثم جدد عدة مرات في عام 893 وفي عام 950، ثم جدده الملك
عبد العزيز طيب الله ثراه، ثم حظي بالإعمار الموجود الآن وهو ما كان في عهد الملك فهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله، حيث بني المسجد في عام 1408 على هذا الطراز المعماري الجميل الذي يشاهده زوار المدينة المنورة. يحظى الآن المسجد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله أيضا بالعناية بتطوير منطقة المسجد والمنطقة المحيطة بالمسجد وتكوين مركز حضاري يليق بمكانة هذا المسجد التاريخي الكبير، ولا يزال هذا المسجد شاهدا على هذه القصة التاريخية الكبيرة التي هي تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة بعد أن كانت إلى بيت المقدس. لبيك لا شريك لك لبيك. استعدادات وكالة شؤون المسجد النبوي لموسم حج 1442 للهجرة. مشاهدينا، أيضا وكالة شؤون المسجد النبوي أكملت تجهيزاتها لموسم الحج هذا العام وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية. ولمعرفة هذه الاستعدادات ينضم لنا وعبر استديوهاتنا من المدينة المنورة الأستاذ جمعان العسيري الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي للمسجد النبوي. أستاذ جمعان، أهلا وسهلا فيك، سعداء أن تكون معنا اليوم. أهلا بك أخي محمد وبالإخوة والمشاهدين والمشاهدات وحياكم الله. بداية أستاذ جمعان، أقيمت بالأمس ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام خلال جائحة كورونا والتي تبرز هذه الجهود العظيمة، نبغى نتكلم عنها شوية وعن أهم المشاركين وأهم التوصيات كذلك التي خرجتم بها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بفضل الله عز وجل أقيمت الندوة مساء أمس، وكانت بموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين وبرعاية من سمو أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل، وكان عدد من المتحدثين فيهم منهم صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، وكذلك معالي وزير الحج الأستاذ عصام بن سعد سعيد، وكذلك معالي وزير الإعلام الأستاذ القصبي، ومعالي مدير الأمن العام الفريق خالد المحمدي الحربي. أقيمت هذه الندوة وكان الهدف منها إبراز جميع الجهود التي قدمتها المملكة مشكورة مأجورة وكانت متميزة فيها، ولله الحمد شهد لها القاصي والداني بهذه الجهود. نعم. فكانت الرئاسة امتدادا لهذه الجهود بإبرازها وإظهارها في جميع الوزارات التي شاركت في هذه الندوة، وخرجت هذه الندوة بعدة توصيات كانت من ضمنها أولاً الاستمرار في إبراز هذه الجهود العظيمة والجبارة التي قدمتها المملكة، إعداد موسوعة رقمية بكل ما حدث في هذه الجائحة، إقامة مؤتمر علمي عالمي عن الحج في ظل الجائحات، الاستفادة من تجربة المملكة في الحج العام الماضي وهذه السنة للإعداد للمواسم الحج القادمة بإذن الله عز وجل، إعداد جائزة تحفز جميع الباحثين والمبتكرين والمبدعين لتحفيزهم على استغلال مثل هذه الأحداث التي مرت بالعالم لإيجاد إبداعات ومبتكرات. كذلك من أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة هي تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. جميل. طبعا أستاذ جمعان، استعدت الوكالة لموسم حج هذا العام من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات، احنا نبغى على قولتهم أهم ملامح هذه الخطط التي وضعتموها. طبعا هذه الخطة تميزت بشموليتها وبمرونتها واستجابتها للتطوير مع كل المتغيرات التي قد تحدث في أي لحظة، في خطة رئيسية، في لها بدائل، في خطط طوارئ فيما لو لا قدر الله أي حدث يحدث، مثلا تساقط الأمطار لدينا خطة بديلة جاهزة وطارئة. كذلك هذه الخطة تمت مشاركة عدة جهات في وضع اللمسات عليها كوزارة الحج ووزارة الصحة
وكذلك عدد من الجهات الأخرى كقوة أمن المسجد النبوي وقوة أمن الحج والعمرة، الاستفادة من هذه التجارب في وضع اللمسات على هذه الخطة التي اعتمدت على الموارد البشرية والمادية. الموارد البشرية في ما يتعلق بالموظفين، في إعدادهم، في تأهيلهم، في تدريبهم، في منحهم اللقاح الذي يساعدهم على أن يكونوا آمنين في أنفسهم، آمنين لكل من يأتي إلى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمور المادية ما يتعلق بالتجهيزات والإعداد لكل من يأتي إلى مسجد رسول الله، يجد كل شيء مهيأ وجاهز ولله الحمد والمنة. نعم أستاذ جمعان، يعني اليوم من أجل العبادات في هذه العشر والتي يحرص عليها المسلمون طبعاً في جميع أرجاء المعمورة ألا وهي الصيام، أنتم في المسجد النبوي هل هيأتم ما يتعلق بوجبات الإفطار لمن يرغب في أن يفطر في الحرم؟ طبعا بفضل الله عز وجل، امتدادا لما قدم في موسم شهر رمضان، استمرت وكالة الرئاسة على تقديم وجبات الإفطار أولا حماية وسلامة لكل من يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه كان من ضمن الأشياء التي تم التشديد عليها هو عدم جلب الأطعمة. فوكالة الرئاسة استشعارا منها لأهمية تناول المسلمين والمصلين وقاصدي مسجد رسول الله للإفطار في المسجد النبوي، تم إعداد وجبات يتم تجهيزها وإعدادها برقابة صحية مشددة، ويتم تقديمها لكل من يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا. في خلال هذه العشر الفضيلة يتم تقديم 15,000 وجبة، سيتم رفعها خاصة في يوم عرفة إلى أن تصل إلى قرابة 40,000 وجبة تقدم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليهنأ زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل الخدمات المقدمة لهم. نعم أستاذ جمعان العسيري، الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي للمسجد النبوي، شكرا جزيلا لك أن كنت معنا في هذه الحلقة. شكرا. أهلا وسهلا بك أخي محمد، حياك الله. شكرا جزيلا. قصص من الحرمين منذ أكثر من 400 عام، فساعاتي الحرم النبوي هو المسؤول عن توقيت الساعات في المسجد النبوي بنوعه العربي، والذي يعتمد على أو الذي يعتمد على ميزان الشمس. نتابع قصة عبد الغفار الساعاتي في المسجد النبوي ومن ثم نعود. دقات اعتاد عليها واعتادت عليه، 35 عاما ويده بين إبر الثواني والدقائق والساعات. فبعد صلاة العشاء من كل يوم يسابق الزمن بخطى نحو من يبادلها شعور تغير الزمن، وهي تراقب قدومه من بعيد ليضبط يومها من جديد. حافظت على رونقها وتاريخها وجمالها في مسجد الحبيب. الساعات، أو كما يطلق عليه البعض الساعات، هي مهنة قديمة في المسجد النبوي يتجاوز عمرها 400 عام. عبد الغفار بن عبد الغني بعمر 63 عاما يعمل على ضبط ومراقبة التوقيت الغروبي في المسجد النبوي يوميا، والمعتمد على غروب الشمس. وما زالت بعض ساعات التوقيت الغروبي أو العربي موجودة على يسار الداخل من باب الرحمة، ويوجد في المسجد النبوي العديد من الساعات الأخرى والتي تعمل بنظام إلكتروني لمعرفة الوقت. لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. لبيك اللهم لبيك لبيك والنعمة لك والملك. قطعة وتاريخ، نستعرض لكم في قطعة وتاريخ بعض القطع وتاريخها في معرض عمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة مقام إبراهيم. نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. Thank you.
الحج الميسر تعتزم الشؤون الخدمية بالمسجد الحرام بخدمة ضيوف الرحمن لهذا العام بالاعتماد على التحول الرقمي والتركيز على التقنية والاعتماد على الروبوت الآلي في جميع المجالات للتسهيل ولراحة الحجاج. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا وعبر الهاتف المهندس أمجد الحازمي الوكيل المساعد للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام. أستاذ أمجد أهلا وسهلا فيك، سعادة أن تكون معنا اليوم. حياكم الله، الله يحييكم. بداية يعني ماذا عن الجهود والطاقات الفنية والتقنية والبشرية كذلك التي تقدم لخدمة الحجاج خلال جائحة كورونا؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر لكم الفرصة لعرض أبرز ما تقدمه الرئاسة من جهود واستعدادات لموسم حج هذا العام، حيث تقوم الرئاسة ممثلة بوكالة الشؤون الفنية والخدمية بإدارات المختلفة بعدد من الاستعدادات، والتي منها تقوم الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بإجراء الاختبار الروتيني السنوي لمحطة كدي الاحتياطية والتأكد من جاهزيتها، وكذلك تجهيز ما يقارب 3800 من دورات المياه، وكذلك صيانة العناصر المعمارية بالمسجد الحرام. كما تقوم إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام بتطهير المسجد الحرام باستخدام أجود أنواع المطهرات الصديقة للبيئة بمعدل 10 غسلات يوميا، بمعدل ما يقارب 60,000 لتر يوميا من المطهرات الصديقة للبيئة أثناء الغسيل، و470 معدة وآلات تستخدم في تطهير المسجد الحرام، وتشغيل 100 فواحة معطرة، وتطهير قرابة 3800 دورة مياه. كما تقوم إدارة سقيا زمزم بتوزيع العبوات بعدد ما يقارب 200,000 عبوة، كما تم دعم عامة المداخل والسلالم فرق الحقائب الإسطوانية والتي يصل عددها لحوالي 350 حقيبة توزع على قاصدي المسجد الحرام. كما تقوم إدارة الساحات بتوجيه قاصدي المسجد الحرام إلى المسارات المخصصة لهم، وكذلك تقوم بتنظيم الساحات والممرات من كل ما يخل براحة قاصدي المسجد الحرام، وكذلك من مهامها إرشاد التائهين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الحج من الافتراش ومنع وضع الأمتعة داخل الساحات. كما قامت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بتعقيم المسجد الحرام ضمن إجراءات الاحترازية والوقائية ضد الفيروس المستجد، وذلك بوضع الكاميرات الحرارية على جميع مداخل المسجد الحرام للقيام بعمليات الفرز البصري والفحص الحراري. كما يتم تعقيم جميع أجزاء المسجد الحرام باستخدام أكثر من 450 مظلة ومضخة وأكثر من 30 معدة لتعقيم الأسطح، و500 أجهزة معقمات إلكترونية لتعقيم الأيادي، و11 روبوت ذكي يعمل على تعقيم الأجواء، وتجهيز أكثر من 15,000 لتر تستخدم يوميا من المعقمات لتعقيم كافة جانبات المسجد الحرام. كما قامت إدارة خدمات التنقل بتجهيز 3 نقاط لتوزيع العربات في مداخل المسجد الحرام، إضافة إلى تسهيل الحج للعربات عن طريق تطبيق تنقل لعدد العربات الكهربائية الذي يصل إلى 3000 عربة كهربائية. وتقوم إدارة الأبواب بتنظيم عملية دخول وخروج قاصدي المسجد الحرام ومراقبة عدم دخول الممنوعات. جميل. أستاذ أمجد، يعني اليوم الناس ممكن يعني تستغرب أن تكون الروبوتات حاضرة في كخدمة مستخدمة مثلا في حج هذا العام، لو تحدثنا يعني شوي عن هذه التقنية، تحديدا تقنية الروبوتات. طبعا الجديد حيكون في حج هذا العام حيكون في روبوت زمزم، والذي دشنه معالي الرئيس العام مؤخرا، والذي يعمل هذا الروبوت على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء زمزم وتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام. يمكن لهذا الروبوت أن يقوم بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة، حيث تستغرق الجولة الواحدة أقل من 10 دقائق، ويستطيع أن يعمل لمدة 8 ساعات متواصلة، وبه عدة مميزات. يستطيع التوزيع وذلك بالوقوف لمدة 20 ثانية. يستطيع قاصد بيت الله الحرام بأخذ العبوة، أيضا لا يصطدم ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع في الشهادات الأوروبية CE. جميل. المهندس أمجد الحازمي الوكيل المساعد للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام، شكرا جزيلا لك على هذا التداخل. شكرا جزيلا.
استعدادات مشعر منى، ننتقل بكم الآن إلى مكة المكرمة مع الزميل بهاء عسكر للحديث عن الجهات الأمنية بالمشاعر المقدسة، ومنها تحديدا رئاسة أمن الدولة بكافة قطاعاتها التي تشارك في موسم حج هذا العام. بهاء مساء الخير. مساء النور محمد ولكافة مشاهدين الكرام. محمد، نقف الآن في مشعر عرفات الطاهر، أيام قلائل وسيتوافد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام إلى هذا المشعر الطاهر من أجل أداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفات. محمد، الاستعدادات من كافة الجهات هنا في مشعر عرفات، المخيمات التي أعدت وجهزت هي شبه منتهية بإذن الله تعالى لاستقبال الحجاج الذين تم اعتمادهم وقبولهم عبر المسار الإلكتروني لوزارة الحج لأداء حج هذا العام بحول الله تعالى. وأنا الآن أقف في أحد الطرق المؤدية الآن داخل مشعر عرفات، وأحد الطرق المؤدية إلى مسجد نمرة وإلى جبل الرحمة داخل هذا المشعر. القيادات الأمنية بكافة قطاعاتها تقدم خدماتها خلال هذه الأيام، ومن ضمنها رئاسة أمن الدولة وعبر قطاعاتها المتعددة، وقطاع قوة الطوارئ الخاصة هو يعنى بهذا الطريق الذي أنا أقف فيه، ولديها مهام حددت لها منذ بدء منع الدخول إلى المشاعر المقدسة منذ يوم 25 من شهر ذي القعدة. لذلك سأتحدث عن مهام قوة الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة مع سعادة المقدم ركن بدر الثقفي وهو قائد المنطقة الأولى بمشعر عرفات. مساك الله بالخيرات سعادة المقدم. مساء النور والله يحييكم. طبعا قوة الطوارئ الخاصة هي مسؤولة الآن عن هذا المدخل أو هذه المنطقة لمشعر عرفات، ولديها مهام تقوم بها خلال هذه الفترة. صحيح أخوي بهاء، أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. امتثالا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين، تقوم رئاسة أمن الدولة بمختلف قطاعاتها الأمنية بالمشاركة في مهمة حج هذا العام 1442 لتقديم وتوفير كل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة وفق آلية عمل منظمة وآمنة، وكذلك القيام بالعمل على حفظ النظام والأمن في كافة المواقع وكافة المشاعر المقدسة وفق منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الأمنية اللازمة والحازمة لضمان نجاح موسم حج هذا العام بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. طبعا أعمالكم تستمر طيلة أيام الحج، من ضمن المهام المنوطة بقوة الطوارئ الخاصة هو منع دخول الحجاج الغير مصرح لهم. نعم صحيح، لا يخفى على الجميع ما توليه قيادة المملكة العربية السعودية من اهتمام ورعاية فائقة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام بشكل عام وحجاج بيت الله الحرام بشكل خاص، ولهذا تقوم جميع أجهزة الدولة بتقديم أقصى الخدمات اللازمة والاحتياجات لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج وفق وسط أجواء أمنية مطمئنة وأجواء إيمانية متكاملة. ولهذا السبب تقوم قوات الطوارئ الخاصة ممثلة في رئاسة أمن الدولة وكذلك القطاعات الأمنية الأخرى بالتعاون التام، وذلك لمنع دخول الحجاج الغير مصرح لهم إلى المشاعر المقدسة، وسيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة من مقام وزارة الداخلية على كل من يخالف ذلك دون تهاون. ونؤكد أن رجال الأمن منتشرين في جميع المواقع والمشاعر المقدسة لرصد ومتابعة كل من يخالف لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه. نعم سعادة المقدم ركن بدر الثقفي، شكرا لكم على هذه المعلومات وعلى هذه المجهودات وعلى ما يقدم، يعني ما شاء الله تبارك الله ألمس حتى في الشباب رغم الحر،
ورغم هذه الأجواء إلا أنهم في الحقيقة يعني روح ما شاء الله تبارك الله، روح العمل وروح التعاون فيما بينهم جميلة، وهذه السمة التي نقدمها جميعا هنا في هذه البلاد المباركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. يعطيكم العافية سعادة المقدم بدر محمد. بإذن الله تعالى يعني أيام قلائل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم على الحجاج في هذا العام أداء مناسكهم وأداء شعائرهم وأداء حجهم، وشرف الجميع يعمل هنا في هذه المشاعر المقدسة، وهو يعني يتمسك بهذا الوسام العظيم بكل أريحية، وهو خدمة حجاج بيت الله الحرام والقادمين إلى هذه البلاد الطاهرة. نعم، شكرا. نعم، شكرا جزيلا زميلنا بهاء عسكر. الشكر أيضا لقطاع أمن الدولة ولجميع القطاعات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. في صحتك نهتم، نستعرض لكم نصيحة طبية مع ضيفنا استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر. في حلقاتنا يحدثكم الدكتور عن نصائح لمرضى شرايين القلب. نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. لبيك اللهم لبيك. أخي الحاج، أهلا بك مرة أخرى. اليوم سنناقش معلومة طبية مرة مهمة تتعلق بمرضى المصابين بصمامات القلب، سواء تضيق أو ضعف أو تسرب في الصمامات أو ضعف شديد في عضلة القلب. هؤلاء المرضى يجب لهم نصائح مهمة جدا. أولا يجب أن يكون لهم إسوارة تدل على المرض اللي معهم. الشيء الثاني يكون معهم تقرير طبي مخزون معهم في ورقة بالأدوية التي يأخذونها. ثلاثة، تفادوا الإجهاد والازدحام. أي نسك تلقون فيه ازدحام شديد لا تدخلون في أوقات الذروة، حاولوا تأجلون أداءكم للنسك في أوقات أخرى. وإن كانت الازدحام شديد طول اليوم وكل ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ومن ما تقدمه الخدمات الدينية في المملكة العربية السعودية أثناء الحج هو وجود المفتين في كل مكان. تستطيع تقول أنا وضعي الطبي كذا وكذا، ولا أستطيع الرمي، ولا أستطيع السعي مثلا، ولا أستطيع الطواف، يعطونك فتوى. فهؤلاء يجب أن يبذلون الحج بطريقة مناسبة تناسب وضعهم الصحي ولا تشق عليهم. ننتقل إلى رحلة الحج التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لعثمان الشاهين. نأخذكم لمختصر هذه الرحلة، نتابع من ثم نعود. كل عام تضع وزارة الحج والعمرة خطة رحلة الحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم المشاعر المقدسة والمسجد الحرام. نتعرف على رحلة الحاج مع ضيفنا على الهاتف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الأستاذ محمد البيجاوي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك، سعداء أن تكون معنا اليوم. مساكم الله بالخير ومشاهدينا الكرام، وأيام مباركة إن شاء الله على الجميع.
أستاذ محمد، بداية الحج رحلة متكاملة متسلسلة، نتكلم عن رحلة الحجاج لهذا العام والإمكانيات في رحلة الحج. بداية نحمد الله عز وجل أن عاد علينا هذه الأيام ونحن في أمن وأمان، ونحن ننعم بما اتخذ من إجراءات احترازية أوصلتنا لهذه المرحلة، ونحن آمنين مطمئنين بإذن الله. لا شك الدولة ممثلة بقيادتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أولوا هذه الشعيرة اهتماما بالغا، وكان التوجيه الكريم بإقامة حج هذا العام وفق الإجراءات الاحترازية. ولله الحمد بدأ التنسيق مبكرا للتخطيط الشامل المتكامل من قبل وزارة الحج وكافة الجهات المعنية لوضع خطة محكمة تراعي تحقيق سلامة وصحة الحجاج وفق المعايير المعتمدة من قبل الإخوة في وزارة الصحة. جميل. ماذا عن يوم التروية ورحلة خروج الحاج من مكة إلى ميناء؟ يوم السابع والثامن سيصل الحجاج الكرام إلى مكة المكرمة، يتجهوا لطواف القدوم ثم يتجهوا إلى ميناء. الاستقرار في ميناء يوم الثامن يوم التروية، سيستقر جميع الحجاج، يتم توفير الخدمات لهم، ثم يتم تفويجهم من مخيماتهم وفق المناطق التي رمزت بالألوان في فئات معينة يسهل مراقبتها ومتابعتها وتقديم الخدمات لها بكل أريحية. يستقر في ميناء ثم يتم التصعيد إلى عرفات يوم التاسع إن شاء الله. نعم. أستاذ محمد، يوم عرفة هو يوم التحدي التي تصب فيه جميع الإمكانيات لتقديم التسهيلات للحجاج، كلمنا عن رحلة الحاج في يوم عرفة تحديدا. يوم عرفة إن شاء الله هو يوم الحج الأكبر لا شك، هو يعني محط الأنظار من جميع الحجاج. ستبدأ رحلة التصعيد بإذن الله من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، نتوقع إن شاء الله خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات أن ننهي عملية نقل جميع الحجاج وفق معايير النقل الآمنة الاحترازية. يصل الحجاج إلى مخيماتهم يستقر فيها، ثم تتجه مجموعة منهم إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم جميع الحجاج سيكونوا في مخيماتهم ينعموا بالخدمات المقدمة والقائمين عليهم من ذوي الخبرة والدراية باحتياجات الحجاج، حتى يكونوا في هذا اليوم متنعمين بروحانية الموقف في التواصل مع خالقهم سبحانه وتعالى في القيام بهذه الشعيرة في هذا اليوم العظيم. نعم. بعد يوم عرفة ننتقل لرمي الجمرات، ماذا عن رحلة الحاج في رمي الجمرات؟ سيتم الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة سيتم توجيه الحجاج إلى مخيماتهم، ثم يتم تفويجهم وفق جداول محكمة تستخدم حقيقة وزارة الحج والعمرة أحدث التقنيات في عملية تنظيم إدارة الحشود والتنسيق مع القطاعات الأخرى، ووفق الضوابط التي وضعت للطاقة التشغيلية لمنشأة جسر الجمرات ولصحن الطواف الحرم المكي. سيتم توجيه الحجاج بدءا من فجر أو منتصف بعد منتصف الليل مزدلفة قبل الفجر يوم التشريق للتوجه لرمي جمرة العقبة، ومن ثم التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. نعم. ماذا عن التعاون والتنسيق بينكم وبين الجهات التي تتقاطع مع عملكم بشكل مباشر؟ الجميع يعمل في منظومة عمل متكاملة متناغمة، وأكد لكم أن الخطط التي وضعت هي ليست خطة قطاع، وإنما هي خطة من تشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية وفق توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة. نأمل إن شاء الله أن نحقق موسم حج آمن وصحي لضيوف الرحمن نفتخر به أمام الله عز وجل ثم أمام قيادتنا وأمام العالم الإسلامي. نعم. رحلتهم للعودة ماذا عنها؟ بلا شك هو إذا انتهى الحجاج من يوم الثاني عشر من الرجم سيتوجه إلى طواف الوداع، وهناك من سيتأخر إلى يوم الثالث عشر. كل من ينهي طوافه في الحرم المكي سيتم إعادته إلى مراكز الاستقبال التي دخلوا منها والتي هي على أطراف مكة المكرمة، ليتم من خلالها تفويجهم إلى مدنهم أو إلى مطار الملك عبد العزيز
الدول بجدة للعودة بسلامة الله إلى مدنهم آمنين مطمئنين إن شاء الله بإذن تعالى. يعني أستاذ محمد، كيف يمكنكم أن تتغلبوا على العقبات إن وجدت أثناء تأدية عملكم؟ نسأل الله عز وجل أن يجعله حج آمن ميسر. اعتدنا حقيقة في المملكة العربية السعودية أن نواجه ملايين البشر. نعم. التحدي الأكبر في هذا العام هو تحقيق السلامة والأمن الصحي إن شاء الله للحجاج الكرام، وهو هذا الهدف الأسمى الذي يسعى إليه حتى يكون الحاج متفرغ لأداء الشعيرة في سكينة وطمأنينة. لا شك من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة سنؤدي إن شاء الله موسم ناجح. لذلك ننصح حقيقة جميع ضيوف الرحمن بعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية. جميل. المسارع لمن لم يأخذ الجرعة الثانية أن يبادر فورا بالتوجه إلى مراكز اللقاحات لتلقي الجرعة الثانية. بجهود وتكاتف الجميع إن شاء الله سنعبر هذه الأيام بكل فخر واعتزاز إن شاء الله. بإذنه تعالى. وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الأستاذ محمد البيجاوي، شكرا جزيلا على هذا التداخل، شكرا لك. عين على الحرمين، مشاهد متنوعة من أطهر بقاع الأرض تميزت بها عدسات المصورين الفوتوغرافيين في تصوير الحرمين الشريفين. اليوم ستكون معنا عدسة محمد الدهاسي، نشاهد ومن ثم نعود. عين على الحرمين كانت آخر فقرات حلقة اليوم من برنامج بسلام آمنين. أشكر لكم طيب المتابعة، غدا ألقاكم في أمان الله. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.